السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة. اليوم جيتكم في فيديو جديد اللي راح نتعلم فيه طريقة من اجمل الطرق لتحسين اداء الكاميرا. كما تعرفوا اداء الكاميرا في اجهزة الاندرويد هناك مشاكل في المعالجة، ليست مثل اجهزة الاي او اس، يعني اجهزة الايفون. ولكن في اجهزة الاندرويد توجد اجهزة البيكسل اللي تتوفر على تطبيق جوجل كاميرا لمعالجة الصور، فيه ممتازة جدا. اليوم راح نتعرف كيفية تنصيب أو تثبيت تطبيق جوجل كاميرا في أي هاتف أندرويد، وهذا الشيء يخليك أو يخلي أدائك للكاميرا يتحسن بزاف ومعالجة الصور تكون جيدة جدا. إذا ما نطولش عليكم، نشوفوا كيفية التحميل جوجل كاميرا المناسب لهاتفك، وأيضا نشوف كيفية التثبيت. أيوة، للطريقة الموقع تجده أسفل الفيديو في التدوينة. تلقاو هذا الموقع كما راكم تشوفوه، هو باللغة البرتغالية. إذا حبيتوا ترجموه إلى لغة أخرى عن طريق جوجل كروم، راح نغيروه للغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، كل شخص واللغة اللي تناسبه. إذا أول شيء ننزل إلى الأسفل ونروح نختار هذا الاختيار، كليكي ici pour voir les modèles. تختار الموديل اللي راك حاب تثبت فيه البرنامج. إذا بالنسبة لهاتفنا هذا هو سامسونج A50. سامسونج A50، نروح ونحوسو على سامسونج كما راكم تشوفوا، ونزيدو نفوتو الإعلانات هكذا، ونروح نحوسو على سامسونج A50. ها سامسونج A50، كليكيو على تيليشارجمون، من بعد هنا نلقاو تيليشارجي، نضغط على تيليشارجي كما راكم تشوفوا هكذا، نتكاو على تيليشارجي ونبقاو نستناو الملف هاي. نضغط على اوكي ونستناو الملف يقوم بعملية التحميل. بعدها نضغط على الابليكيشن، نقوم باعطاء الصلاحيه للكروم، ثم نضغط على انستالي. هكذا كما راكم تشوفوا تم تثبيت التطبيق بنجاح. هاهو تطبيق جوجل كاميرا، نعطيوه كل الصلاحيات هكذا، اوتوريزي. كما راكم تشوفوا هذا هو تطبيق جوجل كاميرا، وهكذا نتمكنوا من تحسين اداء الكاميرا في من بعد ما شفنا طريقه تثبيت جوجل كاميرا لمعظم الاجهزه او اجهزه الاندرويد. خلي لكم التجربه لكم، حاولوا تجربوا هذا التطبيق وحاولوا تقارنوه مع تطبيق الكاميرا الموجود في هاتفكم، وخلوا لي في التعليقات إذا كان هناك تحسن في أداء الكاميرا أم لا. إذا هذا هو الفيديو الخاص باليوم، إن شاء الله يكون قد فدتكم بالقدر الذي أستطيع، وفي حلقة أخرى السلام عليكم.